طيب رقم 24 خماس ده يا جماعه خليكم فاكرين ده لاعب ام بي. انا اقول لكم ان الولد ده 16 سنه 17 سنه هيروح الام بي اي، وهو حتى دخل جامعه وهجيب لكم الاخبار بتاعته، ولكن هو في طريقه للاحتراف في الام بي اي، وده الكلام اللي احنا قلناه من اول الماتش خالص من قبل ما اشوفه. من شفت ارقامه لعيب جامد جدا. كابتن طاهر شايف النهارده الفتره الثالثه والرابعه خاصه ان احنا النهارده تحس ان الجيم مقفول كده، ما احناش عارفين نكسب باريحيه. انا يعني اعتقد ان اللعيبه المحترفين اللي هم منضمين لفرقتنا في التصفيات الافريقيه دي ما كانوش يعني على مستوى المسؤوليه خاصه في الماتش ده. نعم. وبعدين زي ما قلنا ان هو بينزل بالفول باور بتاعه في الاخر، وفعلا انا شايف ان هو بينزل بعمر طارق وإيهاب امين وعمر الجندي وعيسى يعني خانهم التوفيق في هذا الشكل. يعني دي سنه الرياضه ان يوم تكسب عادي بس ان شاء الله ويوم تخسر. هو كابتن السلاوي قال حاجه، كابتن السلاوي قال حاجه، قال المباراه يعني اللي ما تبقاش مؤثره معاك فرصه ان انت يعني صحيح. يعني كلمه هو حلوة هو صحيح. انت يعني هو بيقول لك خبرات سوري الفشل، مش عاوز اقول فشل، خبرات الخساره بتبقى اقوى ومؤثره. نعم. وبتتدارك الاخطاء لما تتغلب بحيث ان انت تتلافاها في الماتشات الجايه. يا ريت برضو الزملاء يعني معانا في التحرير، يا ريت الاحصائيات برضو هنقرا اكتر ونعرف اكتر ايه اللي حصل. يعني الارقام لا تكذب ابدا، فهنقدر نعرف من الاحصائيات اللي بتنزل يعني اداء الفريق كان ايه. بس انا اتصور يا كابتن طاهر ان احنا ادائنا ارقامنا هتلاقيها متقاربه. لانه زي ما كان في الاول والثاني متقاربه، هتلاقي باستثناء باتريك يمكن كان اكتر يعني من وجهه نظري من اكتر اللعيبه اللي كان اكتر تاثيرا في الملعب. النهارده في برضه اكتر من لاعب باتريك، واحنا كسبنا كمان. انا في اعتقادي نعم. يعني كسبنا كريم حاتم. يعني كريم حاتم طبعا مشي بالكوارتر الاولاني والثاني يكاد يكون بالنسبه لخبراته جيد جدا، اكتر من ممتاز. يعني حتى عيسى لما نزل بداله ما قداش يعني زي ما كريم حاتم، لان كريم حاتم بقى مشغل كل الفرقه زمايله، يعني فيدر في الباصات وبيطلع فاست بريك وسريع في حاجات. يعني هو شاط واحده 3 بونت، يعني ما شاطش كتير. نعم. شاط واحده جابها، اعتقد ان هو دي الشوطه الوحيده اللي شاطها، بس عموما كان كل لعبه اكثره ايجابي. بس وشغل باتريك في الاول. صحيح. شغل باتريك اداله كورتين من تحت الحلقه في منتهى السلاسه، يعني يعني وصله للباسكت بكل سلاسه، رغم ان باتريك بردك كان مؤثر جدا. مؤثر جدا يعني، والظاهره هتبقى لمستقبل حمان منتخب مصر 25 سنه لسه جدا. باتريك